تستقبل محافظة بابل زوار أبي الأحرار الإمام الحسين الذين يمرون عبر أراضيها باتجاه محافظة كربلاء لإحياء مراسم الأربعينية بإجراءات أمنية مشددة، حيث تستنفر قيادة شرطة بابل وعمليات الفرات الأوسط وقيادات الحشد الشعبي جميع قواتها لإنجاح الزيارة. حسب الخطة الموضوعة من قبل مديرية مرور محافظة بابل وبإشراف السيد مدير مرور محافظة بابل المحترم، وبالإضافة إلى القوات الساندة من الشرطة والحج الشعبي والقوات الأمنية الأخرى. واجبنا هذا، وإحنا منتشرين حاليا الحشد الشعبي يعني من المناطق نزلة أولاد مسلم والحي المعلمين والسدة وحي العسكري، تعاونا مع القوات الأمنية منتشرين والحمد لله، وجهد كبير يعني من قبل الحشد الشعبي والقوات الأمنية والمرور. قاصدو الإمام الحسين الذين يمرون عبر محافظة بابل التي تعد بوابة كربلاء أشادوا بالوضع الأمني والخدمات المقدمة للأهالي والسرادق الممتدة على طول الطريق. جينا من العزيزية، الأجهزة الأمنية أخواننا قاموا لنا بخدمة زينة، والحشد الشعب أخواننا ما قصروا ويانا، ويعني خير من الله، بس الله يسترنا. نوجه الرسالة للقوات الأمنية يعني يدلون بالهم على مثل على الزوار، على خدمة الزوار، وهاي زيارة أبو عبد الله الحسين يعني ما يخيب كل ظن واحد يمشي بيها ويوصلها ويرجعها. محافظة بابل هي بوابة كربلاء، عرفت شلون؟ فهنا كل الزوار يجون لهنا، والخطة الأمنية جيدة جدا بدعم من القوات كافة صنوفها، من الحشد الشعبي، من الشرطة، من الجيش، فالحمد لله والشكر رب العالمين، فأمنونا كل المكانات وكل الطرق اللي موجودة بالمسيب، والخطة جيدة جدا، فنشكرهم شكرا جزيلا لهم لتعاونهم ويانا، وإحنا حاضرين وياهم شردون، إحنا ماتين حاضرين وياهم. وبحسب القادة الأمنيين فإن الخطة الأمنية تضمنت تقسيم المحافظة لمحاور عدة وتوزيع مهام العمل على شكل قواطع يتولى قيادتها ضباط ذو كفاءة عالية، إضافة إلى زج الجهد الاستخباراتي في تأمين الزيارة الأربعينية ومشاركة طيران الجيش، كما أن هناك لائحة من التوصيات صدرت إلى الزائرين يتم من خلالها إرشادهم إلى ما يؤمن زيارتهم ومسيرتهم من وإلى مدينة كربلاء المقدسة، مشيدين بالتعاون الذي يبديه الزوار وأصحاب المواكب الحسينية.